رمضان شهر مشبه بالملايين. الصحافة المصرية بخير، فهي أحسن الصحافات العربية. القاهرة عاصمة مصر، هوليوود الشرق. كلام كبير جدا، كلام كبير جدا. مع شيخ الحارة، شيخ الحارة. لعيب كرة حريف حول ربيع نجوميته لخريف، مشاكله جوه وبره الملعب، يعمل العملة وبعدها يهرب. عن القاهرة والناس رمضان شهر مشبه بالملايين. الصحافة المصرية بخير، فهي أحسن الصحافات العربية. القاهرة عاصمة مصر، هوليوود الشرق. كلام كبير جدا، كلام كبير جدا. مع شيخ الحارة، شيخ الحارة. لعيب كرة حريف حول ربيع نجوميته لخريف، مشاكله جوه وبره الملعب، يعمل العملة وبعدها يهرب. من الأهلي للزمالك للدراويش، وفي الاحتراف ما قدرش يعيش. ضيفي الكابتن إبراهيم سعيد. كابتن، ازيك؟ منور النهارده. جاهز؟ جاهز. يلا بينا. انت اللي جاهزه؟ طب هنشوف. يلا. قالوا عنك انك ممكن تعمل اي حاجة حتى لو كان فيها اهانة ليك مقابل الفلوس. نعم. تعليقك؟ لا طبعا، الحمد لله، يعني مش حتتي خالص. لا ده عادي، ده برنامج، برنامج. لا بس برنامج عادي على فكرة، في نجوم كتير جدا اشتركوا في البرنامج دوت. يعني البرنامج دوت مش واقف على ابراهيم سعيد بس. طب انا دلوقتي اللي قاعد قدامي الكابتن ابراهيم سعيد. تمام. صح؟ تمام. ماليش دعوه بالناس الثانيه. لا على فكره في لعيبه، في لعيبه كوره اشتركت، في سي سي اشترك في البرنامج دوت. دي النسخه العربي، اشتركت فيها عادي. مش انا مش شايف ان فيها اي حاجه خالص. والموضوع على فكره عايز اقول لك حاجه كمان، انت مش شايف ان دي فيها اهانه لشخصك؟ بالعكس خالص. يعني ممكن ولادك لما يكبروا توريه لهم عادي؟ اه يشوفوا. آه ليه لا؟ يعني لما بحب حاجه عجبتني بعملها. على فكره في عملت لي شعبيه كتير جدا وخلتني اقرب من الناس اكتر. اكتر من الكوره؟ زي... لا مش اكتر من الكوره طبعا، انا معروف ان انا لعيب كوره، بس هي قربتني. شعبية. قربتني. انت كابتن ابراهيم سعيد. لا بس هي قربتني، في مش كل العالم كله بيتفرج كوره على فكره، قربتني لفئه معينه ما كانوش يعرفوا حاجه عن ابراهيم سعيد، قربتني لفئه معينه. وقفت من الراس؟ ما هو عرفوا بعديها ان انا كنت لعيب كوره، لان كان بعديها حصل. ما كانوش يعرفوا. لا ما كانوش يعرفوا. فكانت التجربه بالنسبه لي تجربه ترفيهيه، برنامج ترفيهي، وانا كنت في الوقت ده كنت محتاج حاجه زي كده. كان في الوقت ده يعني انت كنت واخده للترفيه مش للفلوس؟ هو اصلا المبلغ المادي ما كانش كبير على فكره خالص. انا خدت كام في الوقت ده؟ تقريبا 10,000 دولار. يعني ده كان ساعتها الدولار بسبعة او 8 حاجه زي كده. يعني ما كانش بس مبلغ معقول. مش يعني مبلغ، مش وحش يعني. لا يعني بالنسبه للكوره، لا انت بتتكلمي كوره مبالغ كبيره طبعا، بس الموضوع ما كانش كده، الموضوع كان ترفيهي. عارفه اللي هو انت ايه؟ طب ايه صرفتهم يعني ولا ايه؟ ولا صرفتهم تتعلم بيهم بره؟ لا صرفتهم وانا قاعد، يعني وانا في البلد نفسه. يعني هو كان كاني مسافر، يعني انا اعتبرت ان الموضوع ان انا مسافر راح اقضي فتره تغيير بلد شويه، لان كان في الفتره دي كان في مشاكل كتير جدا ليا في مصر، وكنت ابتديت ابعد عن الكوره شويه، لان كانت الاجواء مشحون شويه فيها، فكنت حابب ان انا افصل شويه. حتى انا قعدت تقريبا سنه بعيد عن المجال الرياضي خالص. وهقولها بعدين ايه السبب. يعني انت هاجمت سعد الصغير؟ هاجمت عشان بيرقص في كليباته؟ لا
مش حكايه هجوم. سعد الرأس بتاعه كان في نقد منك لي بلاش هجوم. تمام صح؟ تمام. كان ليه؟ بسبب عشان الرأس. وقلت ايه ساعتها فاكر؟ قلت ان فيش راجل بيرقص. دي حقيقه انا ما بكذبش على فكره. طب امال انت اللي بتعمله هنا؟ ده رقص ترفيهي. في فرق ان رقص اللي هو الرقص اللي بيطلع في الافلام. هو سعد الصغير ما بيرقصش رقص ترفيهي؟ لا ده مش ترفيهي. ده امال ايه؟ ده مش ترفيهي. كليبات بيرفع الناس ترفيهي. برضو نفس كلامك. لا بس سوري انا اسف، يعني الرقص بتاعه قريب للرقص الحريمي شويه. انت ده شايفه كده بس ده, رأس ده نوع من انواع الرقص. ده رقص الوزراء والرؤساء. وزراء ورؤساء. كان اوباما رقص مع في احد البرامج مع زوجته نفس الرقصة. طب انت بتحبش الرقص اللي هو دينا وفيفي عبده ولوسي؟ ما بتابعوش خالص. تابعوش؟ خالص. دي حقيقة. يعني ما بتحبوش؟ ما بحبوش. بحب الستايل ده، يعني الستايل ده بيعجبني. كلاس شوية، يعني مثلا سالسا و حاجات دي كلها كلاس. كل الناس في ناس كثيرة جدا بتتمنى ان ممكن تتعلم حاجة زي كده. دي حقيقة. طيب. وصعب جدا على فكرة، صعب جدا، مش اي حد يقدر يرقص الرقص ده خالص. طيب ونسبه بقى الصعب جدا، احنا عايزين بقى نبدا حلقتنا. يلا نبدا حلقتنا. بدأتي بالترفيه. طيب يلا بينا نبدا بالساخن. اول فقره يلا بينا. قالوا عنك. قالوا عنك. قالوا عنك. جاهز؟ بيقولوا كتير. اللي جاي مش سهل. يلا بينا. يلا بينا. زمان كنت وانا صغير والله على فكره، بس عشان الناس ما تفتكرش ان انا بتكلم كلامه خلاص، كان معروف جدا ان الاهلي ما يعني ملوش عزيز زي ما بيقولوا، يعني او زي ما بيقول لك ايه، كان بيتقال ايه، بياخدك لحم وبيرميك عض. ودي فعلا دي طلعت حقيقه. الزمن لما اتعلمت مع الزمن وجربت وشفت بعيني فعلا ده الكلام ده طلع مظبوط. يعني على فكره ده مش تقليل من كيان النادي، هي سبحان الله هي دي حاجه على مدار التاريخ وعلى مدار الزمن. يعني يعني اقتنعت ان الاهلي ملوش عزيز. دي فعلا وحصلت مع لعيبه كتيره جدا. قالوا عنك انك محروق من الاهلي جدا وما بتصدق اي فرصه عشان تصفي حساباتك. لا بالعكس خالص على فكره، انا ما بنكرش ان النادي الاهلي ليه فضل على ابراهيم سعيد، دي عمري ما نكرتها. ممكن اختلف مع طب ما بتهاجمه ليه؟ بالعكس انا ما بهاجمش. هو انت بتهاجمش الاهلي؟ لا خالص والله. طب ما بهاجمش. طب هو الاهلي ملوش عزيز؟ بصي هو الموضوع ده فعلا على فكره، هو الاهلي كيان كبير قوي، هو على مدار تاريخ النادي الاهلي دي معروفه، دي انا طبعًا. مش بقول حاجه من عندي، يعني التاريخ بيتكلم على مدار تاريخ النادي الاهلي من زمان، من ايام كابتن جمال عبد الحميد حصل معاه. هي مش يعني سنه الحياه انه اللعيب يجي يلعب وياخدوه في عزه وبعدين يمشي لما مستواه يقل؟ البدايه كانت مع كابتن جمال عبد الحميد. ده سنه الحياه. ما هو سنه الحياه برضو، خد بالك ان في تقدير شويه ان اللاعب ده اجتهد. نفس القصه حصلت مع حسام وابراهيم لما انتقلوا للزمالك، نفس القصه حصلت مع كابتن زكريا ناصف، حصلت مع طاهر ابو زيد، مواقف كتيره جدا على مدار يعني التاريخ حصلت معايا. يعني عشان اللاعب بتاعي اضحي بلعيب احسن منه واسيب له هو بس تقريبا مكان يعني في القايمة؟ الاسماء اللي انا بقول لحضرتك عليها ديت ما فيش احسن منها، يعني في الوقت ده ما كانش في احسن منها، يعني كانت اسماء كبيره. تنكر ان معظم الناس اللي مشيت دي مشيت بمشاكل بما فيهم انت؟ اكيد حصل مشاكل اكيد، لان خدي بالك برضو انت في الوقت اللي احنا كنا موجودين، الوقت اللي انا بتكلم فيه ده ما كانش فيه السوشيال ميديا بتاعت دلوقتي، ما كانش فيه الصحافه والمواقع والاعلام. انت دلوقتي اي موقف بيحصل بينتشر في كل المواقع وبينتشر في كل الصحف، بينتشر في كل البرامج. انت في الفتره اللي انا بتكلم فيها ديت، الاسماء اللي انا بتكلم فيها دي كانت تقريبا في قناه او قناتين هم اللي بيتكلموا عليهم، صح ولا مش صح؟ طيب انا فدي بص سنه الحياه. أنا مش على فكره انا حظي مع شيخ الحاره مثلا يسالك السؤال ده او يقوله هو. عندك الشجاعه انك انت تقول انت مشيت ليه من النادي الاهلي؟ طب انت ورامي سعيد واحمد صلاح حسني. تمام. اتقال ساعتها على فكره كلام كتير جدا. تمام. كلام كتير واقوال كتير. عندك شجاعه بقى تقول الحقيقه النهارده؟ ماشي اوكي. كابتن ابراهيم سعيد هيقول لنا الحقيقه لاول مره. تمام. دي حصريا معاه. اتفضل. بصي هو طبعا البدايه في رواسب كتيره جدا حصلت قبل ما امشي، اوكي؟ البدايه طبعا ساعه لما مشيت قبل ماتش اهلي وزمالك، دي كانت في البدايه خالص. سافرت وبعد كده رحمه الله عليه كابتن صالح سليم اللي انا اللي بعتز ان في يوم من الايام ان انا قعدت معاه، دي حاجه على فكره بفتخر بيها، ان الوحيد اللي قعد معاه في تاريخ اللعيبه كان هو ابراهيم سعيد، ويمكن في بعض الاسماء هو قعد معاه. انا واحد من الناس اللي قعدت مع كابتن صالح سليم الله يرحمه.
الرواسب اللي حصلت بعديها ان انا كملت مع النادي الاهلي على فكره، والحمد لله كان من ضمن الاسباب ان كان الاهلي غايب عن يعني اتحطيت في الدماغ عشان قعدت مع صالح سليم. اه لان كان في قبليها كان في المفروض في توافد في سوري تفاوض مع كابتن محمود الخطيب، ويعني هقول ان هو ما قدرش يتعامل في الاسلوب بالتفاوض معي، وحصل مشكله ما بينه وما بينه كبيره جدا ووصلت. طب اقول لك المشكله ايه؟ انت ما اديتلوش قيمته، ده الخطيب ده بيقول لك انا محمود الخطيب وقلت له وانا ابراهيم سعيد. ماشي ممكن صح ولا غلط؟ دي حقيقه صح. وعلى فكره يعني بصي هو طبعا كابتن محمود الخطيب قيمه كبيره جدا، اصل ده الخطيب. ما هو بس ما ينفعش يعني، ده فرق 30 سنه بينكم على الاقل. ما هو يعني مش عشان مع احترامي ليه واسمه وعلى دماغي والاسماء دي كلها، هو ما على دماغك ازاي؟ ما بس ما ينفعش مش عشان انا ابراهيم سعيد اكبر حد على حاجه انا مش يعني شخصيتي مش كده. انا شخصيتي ممكن على فكره بكلمه كويسه كان الموضوع خلص. اقدر اقول انه نجوميه كابتن خطيب ما كانتش كفايه ان انت تجدد؟ لا هو نجم كبير جدا، بس اسلوب التفاوض ما ينفعش. انا اقول مثلا دلوقتي انا قاعد مع حضرتك واقول لك ان انت قاعده مع ابراهيم سعيد. ما ينفعش. رجعت الاهلي وكان كابتن صالح سليم كلمني قال لي الموضوع بكره هتروح تقابل عادل القعيد، ده كان في البدايه قبل ما امشي اروح الزمالك اللي هو كان مدير التعاقدات. كان قال لي هتروح تقعد مع كابتن عادل القعيد واللي انت عايزه هيتنفذ. وايه وبكره انا منتظرك في المكتب اللي انت عايزه ماديا يعني. وعلى فكره اللي انا طلبته اللي انا كنت طالبه ما حصلش، بس الكلمه ان الكلام فيه تقدير على فكره انا وقعت على اللي احنا مش اللي احنا اتفقنا عليه خالص، بس ده نتيجه ايه؟ تقدير. كلمه حلوه يعني، انا بحب اللي يعني بيجي. كابتن عادل يقدرك؟ لا هو كان الله يرحمه كابتن صالح سليم هو سبب ان انا رجعت الاهلي بعد المشكله. كابتن صالح اللي حل المشكله. طبعا هو اللي حله، دي حاجه انا ما بنساهاش. هو اللي حلل الموضوع. طب مشيت ليه لما المشكله اتحلت بقى؟ كان بعديها الحمد لله عشت الحياه عادي، وكنت من ضمن الاسباب ان انا هقول من ضمن اللعيبه اللي كان ليهم بصمه مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا بعد غياب 10 سنين او 11 سنه بسبب الهدف بتاع بلوزداد اللي كله تقريبا عارف ان الهدف ده. ومشيت على فكره مده سنتين وعملت نتائج يعني مع اس روما ومع الاهلي والزمالك والماتشات. المهم كان في الفتره دي يعني تقريبا انا خدت احسن مدافع في مصر مرتين تقريبا. جينا في خلاص بقى اللي هو العقد بتاعي بيخلص، نتيجه التفاوض معايا كانت غلط من بدايه السيزون. احنا كان معانا اوليفيرا كان مدرب برتغالي. المهم ان احنا كنا في معسكر في البرتغال، جالي فوجئت ان كابتن اكرامي هو اللي جاي بيتفاوض معايا، فاسلوب التفاوض برده ما كانش حلو. بكلمك بصراحه ويمكن الكلام ده انا اول مره اقوله، جاي بيتكلم معايا في مبلغ اقل من اللي انا مضيت منه. كابتن اكرامي فطبعا كان اسلوب ضغط مش حلو. طب هو كان صفته ايه يعني بيتفاوض معاك بصفته ايه؟ مش كان مدرب حراس مرمى كان تقريبا؟ المفروض ان هو مدرب حراس مرمى، بس قال ان هو في حصل تفويض من المجلس الاداره ان هو ايه يتفاوض معايا. كان ساعتها رحمه الله عليه كابتن صالح حسين توفى. فطبعا عارفه لما تيجي حد بيتفاوض، مع احترامي لكابتن اكرامي اسم كبير يعني وحاجه، بس مش حتته يعني. كانوا بيطفشوك مثلا؟ حسيت مش كده بصراحه، وانا مقدرش. كمان حسيت. ما هو انا بقول لك حاجه دي والله انا اول مره اقولها على فكره. من كلامك لا فعلا دي كانت البدايه، لان ما ينفعش انا دلوقتي بقول لك مثلا انت بتاخدي في القناه ديت دلوقتي انت ماضيه بسيب ب 10 قروش. اجي اتكلم معاكي بعد قبل ما العقد يخلص بتاعك اقول لك هديكي 3. معناها ايه؟ تمام نشوف الفيديو اللي بعده. اللي بعده ريح الفنانه رانيا يوسف من ايام عن الموضوع ده، تعالوا نقراه ونسمع تعليقاتكم. عارف تمام. رانيا يوسف بتقول ان الرجل المصري لا يهتم بنظافته عكس اللبناني. طب هي بتستحمى اصلا؟ بس يعني عيب قوي صح، يعني دي اهانه للشعب المصري والرجاله المصريين، لان ما ينفعش تقال عليها كده، لان احنا اكبر من كده بكتير قوي. قالوا عنك انك لسانك طويل حقيقي. وانك انسان متطاول ولسانك ده موديك في داهيه. بصي انا ممكن اكون رد فعلي عنيف شويه، مش انت كنت يومها ردك عنيف؟ كان لا اي حد. انا اعتبرت لما شفت التصريح ده اعتبرت ان انا اهانه لي يعني، وناس كتيره جدا على فكره ما عجبهاش التصريح. طب هي ما خصتكش على فكره في التصريح المصري ده، وأنا لكن وأنا وأنا انت خصتها بتصريحك، لكن هي ما خصتكش بتصريحها. قالت الراجل المصري على فكره. على فكره رانيا انا من الشخصيات اللي انا بحبها جدا كممثله، طبعا فنانه يعني بعزها من جدا على فكره بصراحه، بس ساعات ممكن واحد بيتكلم رائعة. تصريح انا بقول لك انا قلت لك انا بعزها جدا على مستوى الشخصي. ايوه بس ده مش مبرر، اللي انت قلته ده مش مبرر.
ما يعني ما كده يعني مش ايه تقول هي بتستحمى اصلا ما هو ده اهانه للراجل المصري. طب ليه ما قلتش مثلا المراه مثلا؟ ما ينفعش لان انت قلت ما ينفع... اه طبعا هي تخصص بتنطح. انت عارف كده؟ دي حقيقه صح، طول الوقت بتنطح. دي حقيقة. برج ايه؟ ميزان. ميزان مش كده بس، هو حاد شويه. الميزان عاقل وبيوزن الامور وبيحسب الكلمه قبل ما بيقولها. انا حسبت الكلمه لان انا حسيت راقي ويعني دي حقيقة فعلا حاجه والله. بس انت متهور جدا. بصي انا والله مش بقول كده عشان لسانك خسرك كتير. ممكن اكون ما بخافش شويه يعني، لما بشوف حاجه غلط بتكلم بقول وجهه نظري. ما بتخافش دي عادي يعني. تمام. مش دي صفه ما يعني مش حاجه سيئه يعني. تمام. انما التطاول والاهانات اللي عمال على بطنك، حسيت ان التطاول ده علينا حاجه سيئه جدا. انا عشان حسيت ان ده تطول عليا انا، علي انا واحد من ضمن الناس اللي اتقال عليهم كده. ما صح ولا مش صح؟ هقول لك حاجه. طبعا. يعني انت منين؟ انا من الاميريه. الاميريه منطقه شعبيه قاهري يعني. قاهري يعني. في راجل يشتم ست ويهين ست؟ انا ما هنتش، انا رديت نفس يعني، حسستها بنفس الاسلوب اللي هي اللي عممت بيه او نفس التصريح اللي قالت بيه. واللي انت قلته ده مش اهانه؟ ونفس تصريحها اهانه ليا يا سيدي. انت قاعدين دول نفس التصريح، ما هو حسس يعني اديتها الاحساس. يعني انت مش ندمان النهارده ولا ممكن بالعكس انك تعتذر لها؟ لا خالص. اعتذر ليه؟ لو هي اعتذرت للراجل المصري انا اعتذر لها. هبقى واحد عنيد جدا. جدا. وعندك برضو مخسرك كتير. انت متاكد انك ميزان؟ والله ميزان. مش تور؟ لا والله ميزان. طيب عموما انا شيخ الحرم وصيني يعني اول مره، اول حلقه في يعني احنا سيزون 3 دلوقتي. ان شاء الله يستمر. اول مره يقول لي خلي بالك الضيف ده ممكن يقوم. لا من اللي هقوله. انا بقى متشوقه لاني اولا اقسم لك اني ما بعرف حاجه عن شيخ الحاره اللي هيقولها. انا مبسوط ان انا معاك في البرنامج وان شاء الله يكون برنامج حلو. وانا شرفني برضو رغم ده كله يعني. بس اقسم بالله ما حصل. المهم بس ما تقومش بعد شيخ الحاره. لا ان شاء الله. شو هو بس ما يزعلش برضه. بعد الفاصل مع شيخ الحاره. نجوميتك مش أمارة، وكل أسرارك عند شيخ الحارة. أنا نشوفها نفسي قبله من زمان أساس. مع شيخ الحارة. شيخ الحارة. منكم بقى البعض. أنا أوت. ماشي. يا هيمة. ازيك يا ريس عامل ايه؟ انت عامل لي بقى زملكاوي بقى وفاتح صدرك وداخل عليا. حبيبي. حبيبي ايه؟ حبيبي. احنا اهلاويه ما بياكلش معانا اي حد. منور الدنيا الاول. احنا فوق الجميع. ماشي. ايه على راسي والله. على فكره انتوا، على فكره الموضوع متفاهم غلط خالص. على فكره انا واحد من الناس اللي عشت جوه النادي الاهلي، ما بنكرش فضل النادي الاهلي على ابراهيم سعيد على فكره. بس انت زملكاوي ابراهيم. زملكاوي. دي حقيقه. دي حقيقه والله. انا من عيله زملكاويه بجد، عيله زملكاويه. حتى والدتي زملكاويه. ايه زملكاويه ازاي يا عم؟ والدي بس هو الاهلاوي. وخدك النادي رجعك الاهلي. لما الكابتن ابراهيم عبد الصمد مشاك قال لك روح انت عامل عيل ملحوس كده نحيف. يلا يا عيل نحيف. ما انت عارف اهو. ده حقيقة فعلا. ده وانا عندي 14 سنة او 13 سنة. بس نحيف ديت كانت غريبة بشوية لان انا طبيعة جسمي. انت مشيت من الاهلي وانت صغير؟ امال رجعت ازاي؟ قعدت سنة ووالدي برضو ما رضيش يوديني. انا على فكرة قبل ما اروح الاهلي في مرحلة الناشئين كنت في الزمالك، قعدت 3 شهور. بعد كده انضميت للاهلي تقريبا لمده 4 سنين في مرحله الناشئين، كنت هداف الناشئين بكل المراحل. جيت عند السيزون دوت بتاع كابتن ابراهيم عبد الصمد ما اقتنعش بيا، قعدني في البيت سنه بسبب ان اتقال لي كلمه. دي الكلمه دي ما بنساهاش خالص. طبعا هو هو اخ اكبر ليا بالنسبه لي وبحترمه جدا وبحبه جدا. دي كانت نقطه التحول في حياه ابراهيم سعيد. قال لي انت نحيف وعمرك ما هتبقى نجم. ساعتها انا قلت له في يوم من الايام هبقى احسن لاعب في مصر، والحمد لله حصلت. وقد كان فعلا. نحيف ايه يا عم ابراهيم؟ نحيف ايه؟ ده كان اكل العريس والعروسه. هو احمد صلاح حسني دي بتاع الكابتن جوهري دي. انت حافظ. كلتوا اكل العروسه؟ يعني ايه كلتوا اكل العروسه؟ هو كنا ساعتها في معسكر يعني قبل ما نسافر مالي. أوكي. كان كابتن جوهري رحمه الله عليه طبعا ربنا يرحمه، كان من اللي اتعامل معاه بينزل لك، بتكلم بجد والله، شويه رز يعني تقريبا قد كده. عارفه اللي هو ايه؟ مش هيعملوا حاجه. مش عايزكم بقى تتقالوا في اللعب. هو كان عامل برنامج غذائي معين كده
ما شويه الرز بجد يعني هي معلقه. فعارفه اللي هو انت قاعده كده قاعدين في الاوضه وجعان جعان جدا، كنت ساعتها تقريبا معايا هاني سعيد او شادي مش متذكر او احمد صلاح. فالمهم لقيت حد بيخبط عليا، والله تحس ان كان ربنا حاسس بيا، بعت لي اتبعت لي خيرات ربنا. لقيت حد بيخبط عليا اللي هو الويتر بتاع الفندق. هي كانت في احد الدارات اللي هي بتاعه الجيش يعني. فلقيت حد بيخبط عليا ما شاء الله داخل عليا بسيرفز، مش عايز اقول لك انت طبعا فوجئت قلت كنت بدأ انا بحلم يا رب جعان رزقك. لقيت خيرات ربنا نازله والله هترجعها عيب عليك ناكل لعزمت الفرقه كلها حضرتك. لا 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 والله العظيم الفرقه كلها بكبرها وصغيرينها طبعا المطبخ كانت ايه ما فيهاش رزايه اتنسفت. لا هو كان ما شاء الله خيرات ربنا من البحار بقى سمك وجمبري اكلته اكل العريس والعريس والله العظيم جازي الفضايا بعد ما اكله كله طبعا طلع على جري كله خرج. وانت بقى اللي شلتها. انا بقى جيت لقيت الباب بيخبط تاني نفس الويتر. فبيقول لي انا اسف حضرتك الاكل جه غلط. قلت له طب الاكل خلص. قام نزل طبعا العريس والعروسه طبعا قعدوا يتصلوا بالفندق ازاي الاكل يتاخر والدنيا تتاخر. ده انت ولعت الاستوديو بالخبر ده على فكره. بصي الدنيا اتقلبت والله الدنيا اتقلبت هنا كمان. فالمهم ايه الموضوع وصل لكابتن جوهر ان احنا كنا اكل العريس والعروسه والعريس والعروسه عملوا مشكله وعايزين يمشوا من الفندق. مدير الدار ومدير بصي الدنيا اتقلبت. قالي كابتن جوهري رحمه الله عليه تلاقيه بقى كان شايط حددك خيرات ربنا جه بيخبط. فطبعا مش هفتح وبزعيق. كابتن جوهري كان على فكره عصبي جدا. بيخبط طبعا انا الله يرحمه الله يرحمه. قلت له يا كابتن مش هفتح. قال لي افتح يا قاعد بقى يشتمني افتح يا ابن الكلب. عارفه هيتفرج عليها الدار. حصلت مشكله وساعتها حصل اجتماع وكسر عليهم الاوضه. كسر علينا الاوضه. انت بتعرف الحاجات دي منين؟ وانت عارف ان هو كسر عليهم الاوضه؟ شيخ حاره بقى. ده انا اللي كنت مدخله الاكل انت. فالمهم جه بقى حصل مشكله وكنت مش هسافر اصلا في البطوله ديت. ساعتها اللعيبه كلها قلت له مش انا ما اكلتش لوحدي، اللعيبه كلها كلت. فطبعا لما لقى اللعيبه كلها كلت الموضوع ايه؟ عدى. ما هو لو لوحدي كنت شلتها. بعد كده عدى الموضوع بس وحصل بقى اللي حصل يعني. كانت دي من ضمن المواقف اللي قابلتها. طيب إيه حلو ده برضه. امال ايه يا شيخ الحق؟ يلا اللي بعد. لا انا اقول لك حاجه تزعلك بقى. أوه. عارف ربنا ما بيكرمكش ليه؟ ليه؟ عشان ده انت كده بتهزر بقى. لا انا ما بهزرش بجد. لا وربنا مش هيكرمك يا ابراهيم. لا ما تهزرش والله بجد. اللقطه دي ما بحبهاش خالص على فكره. ليه ما بتحبهاش ليه؟ بيحصل ولا ما بيحصلش؟ لا كده كده هزعل منك. تزعل مني؟ ده حصل. لا ما حصلش الحمد لله. انا عمري ما بقول حاجه غلط. لا انت كذاب. لا ما تقولش انت كذاب يا ابراهيم. لا كذاب والله بجد مش بهزر. وبلاش الحته دي. طب الناس بتتبلى عليك يا ابراهيم؟ اللي قايل لي يعني بيكذب؟ ايه؟ اللي قايل لي بيكذب؟ مين اللي قال لك ده؟ ده اللي قال لك. وسوري انت كمان. لا انت كده غلطان. لا انت تغلطش يا ابراهيم لو سمحت. بص معلش انا اسف. النقطه دي بالذات ما تتكلمش معايا فيها عشان ما مين انت ما بتعرفش تعمل حاجه يا ابراهيم. والله العظيم لو انت قدامي دلوقتي اللي بقول لك ما تغلطش. طب انزل. لو انزل. وانت لو تعال لي. طب تعال. جايبين واحد ما ينفعش الامور تتطور بالطريقه دي. والله لو قدامي اضرب. بقول لك انت بتنطح وبتفقد اعصابك. لا بس الا طب, طب ممكن تيجي ممكن تتفضل. هو هيبقى موجود؟ اتفضل يا كابتن. انا قلت لك خلاص يعني خلاص اتفضل. بلا شيخ حاره بلا شيخ منصر. اشرب شويه مي. والله لو قدامي كنت ضربته. طب اشرب بس شويه ميه. قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وانا اسف على الخارجه بس يعني اصله وارد جدا انه شيخ الحاره يصيب ويخطئ صح؟ ماشي بس مش ممكن موضوع. تقول له لا ما حصلش وخلاص. لا يعني بيقول بقى انا حتى يعني عايز اقول لك حاجه. لو انت شفتني انا حتى باكد المعلومه معاه انا اللي بدير الحلقه هنا تمام. فكان ممكن تعصب لكن هو شيخ الحاره وارد جدا
انه يبقى عنده معلومه بس خاطئه. بس انا انا عايزك تسحبها. الناس تتكلم، الناس تتكلم زي ما هي عايزه. والدك اللي انت زعلت عشانه هو كمان قد والدك، ده راجل كبير شيخ الحاره، ده شيخ حاره بجد، نفسه ما ينفعش برضو يتكلم في حاجه زي كده. ما ينفعش حتى مش ابراهيم بس، الا موضوع الاب والام. هاتوا يا جماعه خلوا شيخ الحاره يجي يعتذر للكابتن، وبصرف النظر عن الموضوع ده غلط ولا صح، حقيقي او غير حقيقي، هو لازم يعتذر لانه الضيف له حق علينا. انا ما انا عمري النهارده عملت 60 حلقه، عملت 60 حلقه سيزون 1 وسيزون 2 وده سيزون 3. طب هو مفيش، طب انت حضرتك انت مش بدايه البرنامج حضرتك اتكلمتي ان انت قلتي ان انا طلعت والدتي معايا. خليني اكمل. وكمان والدتي مريضه ولسه كانت في عينيها مركزه ولسه خارجه. ربنا يشفيها لك. مفيش نجم طلع زعلان مني. ماشي، فانا النهارده بس اكيد ما اتكلموش يعني في الوالد والوالده الا دول، لان هم كبروا برضو. خد بالك برضو لما بيجوا يتفرجوا يلاقوا حاجه زي كده بيزعلوا. بس انا عايز اسالك لسه والدتي عامله عمليه وكانت في عينيها مركزه، فما ينفعش. والدي برضو كده. بس انا عايز اسالك سؤال يا كابتن. اتفضل يا شيخ الحاره، اتفضل لو سمحت تعالى. المعلومه دي او الاشاعه دي تمام، انت اول مره تسمعها بصراحه؟ لا انا بسمعها على طول على فكره، وبتضايقني بس انا ما بردش عليها. يعني مش حاجه انت فوجئت بيها من شيخ الحاره سمعتها قبل؟ بيقول حد قال لي وبتاع كده، يعني مش حلو. طيب انت من حقك تزعل، وانك انت تطلب الاعتذار لوالدك والوالدتك. ده 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 هو يعني المفروض، لو هو ابن بلد بقى وشيخ حاره بقى زي ما بيتقال كده، خلاص ليك حق اعرب علينا، يحترم الموضوع ده. خلاص بس هيعتزلك خلاص، ومش هنتكلم في الموضوع. يا شيخ الحاره احنا في شهر كريم مفترج، وفي ايام مفروض كلنا انه اللي بيتقول بكلمه ما يقولهاش، اللي عنده في شخصيته حاجات انها مسيئه ليومه كريم وانها تفسد طاعاته، الواحد ما يعملهاش. فانت انا بقول لك ما تزعلش، لانه كابتن ابراهيم هو هو هجم عليا كتير، هو هجمني كتير. معلش خلاص، احنا النهارده هننسى اللي حصل، هو هينسى اللي اتقال وانت هتنسى اللي قاله، وهنقول المسامح كريم. خلاص خلاص يا دكتور صافي يا لبن. خلاص زعلان يا كابتن؟ خلاص خلاص نكمل بقى الحلقه. ماشي اوكي خلاص. انت طب هعمل ايه؟ طيب يعني بس حته ده مش انت حلقة. لا ما والله كويس ان انا اسف، ما تزعلش مني، انت ربنا بيحبك ان انت مش قدامي، بكلمك بجد. خلاص بقى، ما هو قد والدك بقى. خلاص خلاص يا قد والدي. ماشي يا عم، ماشي صافي، يلا هعديها لك يا عم ابراهيم. ماشي خش في اللي بعد. بقول لك يا ابراهيم، اتفضل. هو انت ليه يا ابراهيم بتوع الاستوديوهات التحليليه ما بيقولوش يجيبوك؟ عارف ليه؟ عشان انت بتعمل مشاكل. معلش تاني، بتوع الاستوديوهات التحليليه صار تحليه في البرامج ما بيجيبوكش ليه يا ابراهيم؟ بتوع الاستوديوهات التحليليه مش بيجيبوك؟ لا انا كنت في قناه بجد دارم. فعلا ده حقيقي؟ عشان عارفين ان انا حاد شويه، عشان عارفين انك ايه؟ حاد شويه. حاد في التعليق شويه، حاد عنيف يعني، عنيف شويه، شوف في الاسلوب بتاعي. وده على فكره انا طب ده مخصصه كتير. طب هعمل ايه يعني؟ انا واحد يبقى لعيب ما بيعرفش يلعب، اروح اطلع اقول عليه ده هيبقى نجم المستقبل ونجم النجوم وهو ما بيعرفش يلعب؟ هما بيعملوا زيك كده. طيب انت شايفه ايه يعني؟ الناس كلها انت شايف اللي إيه؟ متابعانا شايفين ايه؟ انا ماليش في الكوره. بيطلعوا بيمجدوا لعيبه، مع احترامي ليهم، ما يلبسوش شورت وفانيلا، بيمجدوا فيهم كل زي واحد. زي مين؟ معظم دلوقتي اللي موجودين في الدوري المصري اللي هم النجوم هتلاقيهم بره مصر، هتلاقي فرجاني ساسي، معلول، النقاز، مين تاني، اجاي، دول لعيبه توانسه في مصر. يعني انا بتكلم اللعيبه المحترفه، هم دول اللي فعلا لعيبه كويسه. هم دول النجوم بس؟ هم دول اللعيبه الكويسه. يعني والله احنا ما عندناش نجوم؟ ما عندناش نجوم. مفيش نجوم مصريين خالص؟ مش ستار خالص. تعالي اتفرج عليهم في المنتخب، هم لعيبه محليه، يجوا قدام المنتخب مفيش. امال المنتخب بيجي منين؟ ما اللعيبه للاسف مش متاسسين صح، ده اللي انا بتكلم فيه والله. اللي بتقوله ده خطير. ما انا بتكلم بكل صراحه، اللعيبه مش متاسسه صح، لعيبه لا يعتمد عليه. لعيبه انت ولا عاجبك ولا مدرب كمان يا ابراهيم، انت في ابراهيم؟ المدربين هم بقى لهم 50 سنه برضه ولا مدرب مصري؟ مفيش مدرب مصري كويس. مدربين بقى لهم داخلين في 25 سنه، كل واحد مسك فرقه تقريبا عاد على الفرقه دي 3 4 مرات. يعني نفس القصه ما حصل كابتن انت ينفع تدرب اهلي او زمالك؟ ادوني الامكانيات، ادوني ان انا اللي اختار اللعيبه الصح هنجح فيها، اما ان انا اروح على لعيبه هي بتجيلي. طب انت نجحت مع جولدي؟ طبعا الحمد لله. جولدي كان قاعد 4 5 سنين. اديني دليل على النجاح ده. صعدتهم بدون هزيمه، هزيمه واحده بس في خلال سيزون، 28 مباراه هزيمه واحده. ورغم ان عايز اقول لك حاجه، الدوري الدرجه الرابعه
اقسم بالله اصعب من الدوري الممتاز. طب ومشيت ليه بقى؟ لا مش ممشيتش، التجربه كانت حلوه بالنسبه لي، بس الموضوع محتاج امكانيات. دلوقتي الكوره امكانيات، عندك امكانيات انت بتوصلي لمرتبه معينه لحاجه معينه، انت وصلت درجه ثالثه، درجه ثالثه انت بتحتاجي نوعيه لعيبه معينه تمام يبقوا موجودين معاك عشان يساعدوك درجه ثانيه. بتيجي للمرحله بتاعه الدرجه الثانيه انت محتاجه مقاومات اعلى، مصاريف اعلى عشان تجيبي حد يساعدك درجه اولى. فانا الامكانيات دي ما كانتش متوفره. انا عايز اقول لك حاجه، في الدرجه الرابعه انا الهداف بتاعي كان مصوراتي، هداف الدوري كان مصوراتي. والله العظيم مصور افراح والله ما بهز. شيخ الحاره انصرف انصرف يا شيخ الحاره، كفايه كده هنخليه يخسر الناس كلها، كفايه اللي قاله. لا على فكره ده حاجه حلوه جدا، ما احنا يعني انا كنت ايه، ما كنت بنلعب في الشارع. حتى الوحش بتشوفه حلو والاساءه بتشوفها على فكره في مواهب كثيره جدا موجوده في 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 الدرجه الثالثه والدرجه الرابعه في الاقاليم في الاقاليم حتى وفي مراكز الشباب مش واخدين دي حقيقه مفيش اهتمام دلوقتي بقى، محتاجه عارفه تبصيلهم بعين الاعتبار دلوقتي. حضرتك كمان بصي، طب انا عايز اسالك سؤال. اقول لك يا ابراهيم اتفضل. انا همشي ورمضان كريم. الله يكرمك. طيب ماشي يا شيخ، مع السلامه يا شيخ الحاره حبيبي. جاهز عارف ليه بقى؟ ايه؟ ضرب النار. ربنا هتضربوني بالنار. يلا بعد الفاصل ضرب نار. الفقرة دي ضرب نار، وأول حاجة فيها يمين ولا شمال؟ يمين ولا شمال؟ ولا شمال؟ بص يا كابتن، أنا معايا أسئلة في اليمين وأسئلة في الشمال، اللي هتختار هطلع السؤال وهقوله لك. يمين ولا شمال؟ يمين. ربنا يجعلنا من أهل اليمين. أنت مشيت من إيفرتون الإنجليزي بسبب مشكلة مع الكابتن اليهودي، صح ولا غلط؟ مظبوط مظبوط. توني جرافيسون. ايه اللي حصل؟ بصي، هو طبعا كانت العنصريه كانت في الوقت ده كانت قويه جدا. هو توني جرافيسون اصلا يهودي. تمام. ففي الوقت ده على فكره انا كنت متدين جدا. دي حقيقه. ملتزم يعني، كنت متدين يعني. الحمد لله كنت المصحف ده كان على طول معايا، كنت بصلي وكنت محافظ على طاعته، محافظ على كل التقاليد الاسلاميه. دي حقيقه والله الله. بجد انا فاكر طول عمري كده ويعني، ويا رب تكون مستمر يعني. بصي انا الحمد لله كرم ربنا ان انا وصلت لابراهيم بيت ابراهيم سعيد بسبب فضل الله. دي بفضل ربنا سبحانه وتعالى. وممكن اكون جيت وقت بعدت شويه، بس يعني الحمد لله رجعت بترجع تاني. لاني جواكي. بس انت ما عملتش مشاكل في النادي؟ لا، هو بسبب ان انا على فكره كانوا بعد المباراه كان في حاجه كده تقاليد عندهم بيفرقعوا ازايز يعني شرب. دي بجد والله يعني مش بهزر. دي حقيقه. لا والله ما كانش كده. لا دي في الاخر، دي في الاخر بقى اللي هو الصبغه دي في الاخر في الاخر دي في الاخر بقى قلت ايه؟ قلت افنش قلت افنش بقى جت كده في نادي عدو يعني. ما انا بقول لك الاحداث، شعرك احمر وهم بيكرهوا ليفربول اصلا. ما انا معرفش والله، انا فاكر ان الامور بيس يعني. طلعوا ان هم متعصبين اكتر مننا. انتوا بيتقال عندنا احنا هنا تعصب؟ لا، ده هم طلع تعصب اكتر، خصوصا كمان ايفرتون وليفربول بيكرهوا بعض كره عمل، لدرجه ان البلد مقسومه في اماكن طيب لليفربول وفي اماكن للمشجعين ايفرتون. طيب يا كابتن، انت قلت انك يعني اتعرضت لعنصريه، صح؟ يعني زي ايه يعني؟ ايه العنصريه اللي انت تعرضت لها؟ ما اصل اي واحد ممكن يجي يقول لنا انا تعرضت للعنصريه. انا كنت متدين، عملوني. قول لنا. كنت متدين في الوقت دوت. كان بعد المفروض ان بعد مباريات اللي هي الفوز زي ما بيتقال ايه، في حاجه كده الخمره بتتفتح عادي، فكان كله لازم يشرب يعني ايه زي احتفال بالموضوع. فانا ما كنتش بوافق سهرات. طب وانت مالك ومالهم؟ هم حرين في نفسهم. ما كان بيتقال بقى ان انا مش فرحان للمكسب، وهم عارفين ان انت لاعب مسلم. ما هو كان في الوقت ده فاكرين ان روح الفريق مش موجوده. دي حقيقه والله العظيم. فما قصدي اللي هو انت يعني. طب معلش يعني انت والله الكلام ده على فكره انا اول مره اتكلم فيه. الوحيد يا كابتن ابراهيم اللي اتعرض للمعامله دي يعني. انا كنت الوحيد. كل لعيبه الدنيا، عمرو زكي، محمد صلاح، احمد حسام ميدو، كل الناس دي عملت ايه؟ اشمعنى انت الوحيد؟ لو انت سالتيهم هتلاقي مروا بمره نفس الظروف. بس ميدو فرق معاه حاجه واحده. ان ميدو بدا الموضوع من ان هو صغير.
فمتعود على تعود اتعود عليه. يعني اكيد عمرو زكي مر بنفس الظروف دي. يعني الامور دلوقتي شرب يعني ولا اضطهد؟ لا تعامل مع الظروف يعني تعامل بدبلوماسيه مع الموضوع. تعامل معاه. انا ما كنتش كتف زي ما انت بتدي دايما. صح كده صح. انت كده ما شاء الله عليك والله عيك عيك. اجاوب لك انا بعد كده عم بدل يمين ولا شمال؟ ماشي نجرب شمال. يلا نجرب هنا مره يمين ومره شمال. بنست ليه ما بطلتش كوره بعد الاهلي يا كابتن؟ لان الحياه ما بتقفش. ما فيش حياه بتستمر. بس خسرت الاهلاويه لا تنكر. بالعكس في ناس كثيره جدا يمكن لو اعتزلت كان اسهل. بصي انا هقول لك على حاجه. انا جيت في وقت انا والله بتكلم بجد جيت في وقت الحمد لله كنت عامل شعبيه مش هقول كنت عامل كنت رقم واحد في النادي الاهلي عامل شعبيه رهيبه كنت زي رئيس النادي. انا كنت ما باجي اخش على رئيس النادي بخش على طول ما بستاذنش. الجماهير لما كانت بتقابلني كانوا بيقابلوني احسن من رئيس النادي. انا كنت عامل شعبيه كويسه. كانت في المواقف الصعبه اللي النادي الاهلي مر بيها كانت الجماهير كلها بتشجع ابراهيم سعيد لان انا كنت مخلص للمكان وبحترم المكان. بس للاسف الموضوع ده ما عجبش ناس كتير قوي. كان بياخدك ليه كابتن جوهري بالبيس؟ عشان ساعتها في الوقت ده هو كان معادي الاهلي ان كان اول لاعب يلعب منتخب مصر بدون وهو موقوف وما بيلعبش في نادي. كان ساعتها ساعه المشكله ما بيني وما بين النادي الاهلي وكان بيخبيني في العربيه. كان بيمرنك هناك؟ اه كان ده كان مثلا بيقابلني الساعه 5 الفجر. اه والله كان بيوديني جبال و... حق اللعيبه قلت هيقتلني ولا حاجه هيتفدني ينفسله منك. فعلا ده حقيقه والله ما حدش اتعامل معاه كده خالص. انا الوحيد اللعيب اللي كان بيلعب لعب منتخب مصر بدون نادي. اخر سؤال اتفضل. يمين ولا شمال؟ نفنشها باليمين. يلا ربنا يجعلنا من اهل اليمين. اليمين حلو. امتى انسب وقت الاعتزال الحضري؟ امبارح. بعد كاس العالم كان المفروض. ليه؟ خلاص بقى عايزه يعني. يبطل خلاص بقى يعني ليه؟ طب اديني سبب يعني ايه ما بقاش قادر مثلا. بصي عصام الحضري افضل حارس في تاريخ مصر طبعا لا ننكر ما حدش يتكلم فيها خالص دي ما ولا انا ولا اي حد ولسه قادر عنده عطاء يدي بس خلاص يعني بقى العظم كبر يعني العظم العظم طب العضل والعظم كبر خلاص يعني سنه الحياه على فكره الرشاقه والمرونه ما بقتش زي الاول الحركه ما بقتش زي الاول هي دي سنه الحياه على فكره. تمام يمين ولا شمال؟ خلصت خلاص ماشي. ودلوقتي فقره لو لعبت يا زهر. ماشي حلو. لو لعبت يا زهر يا زهر. في الفقره دي يا كابتن هترمي زهر زي ما بتلعب الطاوله كده؟ لا الاثنين ما بعرفش العبها يعني أساس. هتمسك كده ولا انا على فكره هتعمل كده انا بشوفهم بيعملوا كده بس كتير سيدات كتير اتعلموها دلوقتي بيلعبوا احسن من الرقم ده طلع كام؟ 9 9 فانا هطلع لك السؤال رقم 9 انت اللي هترمي ولا انا اللي حضرتك اللي طب انا اجرب بقى انا اللي عليا الدور يلا دوش سبعة سبعة ايه ابراهيم سعيد بتاع ستات تعليقك والله ابدا خالص انا بتحلف جوزت كم مره؟ اربع مرات ممكن اكون اسلوبي كويس بعرف اتعامل كويس. طب هل الستات اثرت على مشوارك في الكوره؟ لا خالص بالعكس لا لا خالص ما حصلش بفصل انا مفيش اي حاجه في حياتك اثرت على حياتك الكرويه؟ بصي اللي بيأثر عليا بقطع رجله على طول. بيقال دايما انه لاعب الكره اللي بيرجع لورا بتكون احدى السببين تمام يا مخدرات يا ستات. ماليش في انت بقى انهي ولا دي ولا دي الحمد لله ولا مخدرات ولا ستات الحمد لله ولا دي ولا دي مفيش حاجة أثرت على حياتي في الكرة في الكورة خالص. ليه ليه رجعت؟ الصحافة والإعلام بس كان حاجة يعني الإعلام يعني الإعلام حطك في دماغه اه طبعا حطك في دماغها كنت معادي ناس كثيرة قوي كنت كان في مشاكل ما بيني وما بين ناس كثيرة جدا داخل المجال بتكلم بجد يعني لو الزمن رجع بيك تاني يطمئن أمورك وما تعملش لو بالشكل نفس ده كان تقريبا اسلوبي كان هيبقى ممكن يكون افضل شويه هعرف اتعامل انت كده بقى هتطلع لقدام دي حقيقة طالما بتعرف غلطك دي حقيقة. اصله
نص الـ النجاح هو الاعتراف بالخطأ. أكيد أنا ما قلتش إن أنا كل حاجة صح. لعب 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 خافش لعب ارمي الزهر. 9 رتب لي الأسماء دي من الأفضل. طيب عماد النحاس، وائل جمعة، شادي محمد، بشير التبعي، مدحت عبد الهادي، إبراهيم سعيد. سيب إبراهيم سعيد على جنب. طيب أنا بحبش أقيم نفسي خالص، بحب الناس هي اللي تقيم. أوكي. وائل جمعة نمرة 1. نمرة 2 مدحت عبد الهادي. 3 النحاس. 4 بشير التبعي. 5 شادي محمد. 5 شادي محمد. ما ينفعش في حد. طب مين أكتر حد كنت بتحب تلعب جنبه؟ وائل جمعة. وائل جمعة من اللعيبة اللي أنا كنت بحبها جدا ومتطمن ليها. لو لعبت يا زهر آخر رمية. بسم الله الرحمن الرحيم. 7 يبقى ده السؤال الجوكر رقم 1، لما بيتكرر يبقى الجوكر رقم 1. طيب بصراحة محمد صلاح حريف ولا الحظ خدمه؟ مفيش حاجة اسمها حظ. امال في حاجة اسمها ايه؟ في حاجة اسمها اجتهاد، في حاجة اسمها تركيز. يعني هو يستحق المكان اللي هو فيه. يستحق، ويا ريت الناس تهدى عليه شوية، لأن محمد صلاح هو الحاجة الوحيدة اللي في الكرة المصرية دلوقتي. بتشوفه أفضل لاعب في تاريخ مصر؟ أكيد. أكيد، ودي على فكرة يعني ولا تقلل من إبراهيم ولا تقلل من أبو تريكة. أفضل من ميدو وأفضل من أبو تريكة وحسن إمام. أفضل مننا كلنا، حقق اللي إحنا ما حققناهوش. وممكن يكون ما حققش اللي إحنا حققناه. هو ولا الخطيب؟ لا هو طبعا. مش هنضحك على بعض، كابتن خطيب مكانه كبيره جدا في مصر وفي افريقيا وفي النادي الاهلي، بس هو محمد صلاح هو رقم 1. مش هنضحك على بعض، مش هنقول لا، اصل مش هنقعد نقول ايه على حاجات. ازاي نستمر في ان يكون عندنا محمد صلاح تاني ومحمد صلاح تالت ورابع؟ مش هتلاقي محمد صلاح تاني. يعني مفيش حقيقي. يعني بعد محمد صلاح مش هيكون في حريفه ابدا. محمد صلاح هو اخر، يعتبر اخر المواهب المصريه. محمد صلاح اتبهدل من البدايه، كان يعني ايه، خدها من تحت، جابها من تحت. تمام. طيب. دلوقتي كل اللي موجودين مين ما بيجيبهاش من تحت ومين دلوقتي اللي تحت ايه، اكاديميه. انت لسه بتتكلم على بتوع الاقاليم اللي عايزين حد يبص لهم. الناس دي مش واخده فرصتها. الناس دي ما فيش. طب محمد صلاح خد فرصته ازاي؟ هو محمد صلاح كان في نادي المقاولين، بعد كده ربنا كرمه وطلع على سويسرا، لعب في بازل، ابتدى خلاص خد طريقه. دلوقتي انت مجال اكاديميه مش عارف ب 300 جنيه ب 400 جنيه. تلاقي الولد وهو رايح التمرين ماسك سندوتش فينو قد كده بياكله. والله ما كل ده انا بشوف، تلاقي ما شاء الله الفخده دي قد كده من غير عضل. هقول لك على حاجه، بص على لعيبه الدوري المصري دلوقتي مفيش عضله. هتجيبي محمد صلاح تاني ازاي؟ انت مفيش حاجه عجبك خالص. اضحك يعني؟ اضحك خالص. طب بص على العضل، مفيش عضله، عضم. عشان كده تلات ارباع اللعيبه دي بتتصاب، كل شويه تلاقي اصابات. طب بص بقى يا كابتن، اتفضل. ضرب النار خلص. وبعد الفاصل صوره وتعليق. يعني اظن كده كل المقلق عدى. ان شاء الله اللي جاي خير. الفقره دي صوره وتعليق. صوره وتعليق. وتعليق كابتن هعرض لك صور وعايزه تعليق على كل صوره. ماشي. نبدا؟ يلا نبدا. كابتن احمد شوبير. كابتن شوبير اللي شتمته؟ لا، ما هو بصي، ما هو كل حاجه ليها رد فعل. يعني هو التريق فرديت على فكره، هقول برضو في النقطه دي. اتريق عليك؟ اتريق عليا ساعه البرنامج بتاع دانسينج وذ ستارز ده. ده بالك على فكره، الحمد لله علاقتي بقت احسن معاه دلوقتي. يعني صالحته؟ يعني انا ما بحبش العداوه تبقى زياده عن اللزوم. صالحته بعد ما شتمته؟ لا، ده بعد فتره يعني، لسه الكلام ده كان من قريب. يعني من قريب برضو كان في يوم من الايام كابتني وكنت بحبه على فكره على المستوى الشخصي، بس للاسف ساعات ممكن الامور تتغير تماما من انت تبقى لعيب الكوره الاعلاميه. انه انتقدك؟ هو على فكره من انتقدني كتير جدا. يا كابتن شوبير ما فيش برنامج كان يطلع فيه او حلقه بيعملها غير لما ينتقد ابراهيم سعيد. دي حقيقه. فخلاص الحمد لله الامور هديت دلوقتي، وبتمنى له التوفيق واني بقى احسن، يعني الامور تبقى احسن ليه. يعني اللي بعده
زيدان. كابتن محمد زيدان. زيدان موهبة كبيرة جدا ولعيب هايل يعني، لولا الإصابة بتاعته هي اللي عطلته. من اللعيبة اللي كنت بتحب تلعب جنبه؟ طبعا، من اللعيبة اللي أنا كنت بشوفها بستريح إن هي موجودة في الملعب، زيه زي أبو تريكة. عارفة لو أنت في حد مطمنة إن هو في الملعب ممكن يخلص لك ماتش في أي وقت. تمام. اللي بعده؟ اللي بعده ده الأسطورة بتاعتي. يعني متأثر بيه انت؟ طبعا حبيبي، بحبه جدا يعني. لو طول ان انا احط في رقم واحد في تاريخي من ساعة ما بدأت هحط مستر مانويل جوزيه. اللي بعده؟ اللي بعده كابتن صالح جمعة. ما تابعتوش خالص يعني، ما شفتوش اساسا. ما تعرفوش؟ والله ما اعرف بجد، والله ولا عمري اتفرجت عليه. بيقولوا خليفتك في المشاكل. لا ماليش خليفة، يا ريت يبقى زي بتمنى، ولا لو بقى خليفة هتابعه. يعني أول مرة في حياتك تشوفه أو تسمع عنه؟ لا أسمع عنه بس ناس كثيرة بتتكلم بيشبهوه بيا، بس أنا فعلا ما شفتوش. بيشبهوه يعني المرة الوحيدة في إيه؟ المرة الوحيدة بيشبهوه بيك في إيه؟ معرفش بقى في المشاكل، ممكن يكون مشاكل هو بيعملها أنا مش دخل بيه. أنا بالنقطة اللي بتكلم فيها، المرة الوحيدة اللي اتفرجت عليه فيها كان مباراة الكونغو، ما عملش حاجة بس. لا ما هي مباراة الكونغو بتاعت كاس يعني عالم. تعرفه ثواني، والله هي دي المباراة اللي شفته فيها. اللي بعده كابتن رضا عبد العال. انا بحبه جدا على فكرة، شخصية طيبة جدا 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 ومحترم. انا لعبت معاه يعني كابتن رضا، انا من الناس المعزوزة ان انا لحقت العب معاه. فكرة شخصية جميلة جدا، شخصية طيبة قوي. وكمان خد بالك كابتن رضا كان بيلبس الرقم اللي انا كنت بتمنى ان في يوم من الايام البسه، رقم 4. فهو ما صدقت ان هو مشي بصراحة. طب وخدت رقم 4 عشان بتاعي خلاص بقى. اللي بعده، اللي بعده كابتن ميدو. ميدو طبعا صديق شخصي واخويا الصغير طبعا، وانا بحبه جدا، وفعلا من الناس اللي الواحد يفتخر بيها يعني. طبعا محمد صلاح بيسأل عليك. طبعا ميدو في تواصل على طول بصراحه. وبقيه اللعيبه بيعملوا ايه؟ بتسالوا على بعض؟ بيسالوا عليك؟ بص يعني هو اللي فيه تواصل ما بيننا بين بعض دايما ميدو، محمد عبد المنصف، شادي محمد، امير عبد الحميد، احمد السيد، محمد فضل، حسام غالي، يعني في تواصل برضو. مش صحيح المعلومه اللي اتقالت لي انه انت اوقات كنت بترن على نفسك علشان ما حدش بيسال عليك فتوحي لنفسك انك وكنت فعلا. معقولة؟ دي حقيقة. وصلت لهذه المرحلة؟ كنت طبعا موقف صعب جدا ان انت على فكرة، بس الموقف ده هو اللي رجعني تاني يعني بتكلم بجد. طب ليه انفضوا من حواليك يا كابتن؟ خلاص بعدت بقى وما بقاش في مصلحة، ما بقتش في دايرة عشان احنا دخلنا في دايرة مصلحة. دي النقطة، على فكرة النقطة دي انا مبسوط بيها جدا ان حصلت، لان فوقتني بشكل كبير جدا كويس، وظهرت لي مين الكويس ومين اللي يستاهل ان انا اقف معاه ومين اللي يستاهل ان انا سنده، لان قلت هرجع تاني وكله هيجري وراي، وده اللي حصل. اللي بعده، اللي بعده كابتن حسام حسن. كابتن حسام طبعا يعني اسم كبير جدا في كرة القدم، بس حسام شايف ان الناس كلها ضده. نظرية المؤامرة يعني دايما يعني هو طبعا. بص هي سبحان الله دي على مدار الحياة يعني، من هو بيلعب ده بالك، وزادت مع الوقت اللي دلوقتي الدنيا تطورت. هو عنده حته ان هو ان ابراهيم بيكرهه، واستاذه بسمه بيكرهه، ومحمود بتاع الامن بيكرهه. والله بتكلم بجد، فدي عيب قوي. وهو المشكله ان حسام حاطط عامل مربع كده، مش مدخل غير المربع ده ناس معينه، اللي جوه المربع ده بيعرف يتعامل، بس هما بيتعاملوا عشان مصلحه. حسام لو فتح الدايره شويه هيبقى احسن من كده. وانا بقول له كده والله، على فكره انا بحبه مش بكرهه، بس حسام لو خرج بره الدايره دي هو وكابتن ابراهيم هيبقى افضل من كده، وهيلاقي ناس كتيره جدا بتساعده. وانا على فكره بحبه والله، ويا ريت يتاقلم مع الجيل الجديد، لان الاجيال بتختلف. طيب نشوف اخر صوره. تمام. اخر صوره المستشار مرتضى منصور. مستشار مرتضى انا بحبه على المستوى الشخصي، بس تخلى عني في وقت كتير قوي. في الوقت اللي انا كنت محتاج ان هو يسندني فيه ويقف معايا فيه ما وقفش معايا فيه، دي حقيقه. وانا قلت له كده وبعت له كذا رساله بالقصه دي ورد.
رد وحاول قال لي ان هو مشغول بالنادي هو فعلا مشغول بالنادي ممكن، بس ما لو عايز جدع. ما انا يعني عارف ان هو جدع. يعني انا قلت لك من عصبيته انا قلت هو طيب وجدع. انا قلت ايه؟ قلت على المستوى الشخصي انا بالنسبه لي بحبه جدا. فعارفه لما انت بتحب حد وبتلجئي له كمحبه وتحس ان هو ما وقفش معاكي بتزعلي. فانا بقول على فكره انا فعلا زعلان منه. ايه الموقف؟ ما انا لازم اعرف. ده انت هنا في شيخ الحاره، يعني ايه يعني تطلع من غير ما نعرف؟ بصي يعني عشان الناس برضو مخها يعني ما يروحش لبعيد. يعني في وقت كنت انا محتاج ان انا اخش مجال التدريب، فقلت له عايز ابقى موجود. يعني حتى انا ما قلتش ان انا اخش مره واحده يعني، بس ابقى تدريجيا ابقى ليا دور. تمام. فما طب تفتكر يعني انه السبب كان ايه؟ مش يمكن عيب او العيب اللي عندك في شخصيتك اللي هو المشاكل اللي دايما بتحصل، فهو قال انا مش عايز مشاكل؟ هو انت ما عارف ان اتعامل معايا وانا بلعب كوره لما راح نادي الزمالك ما كانش حاسس مشاكل. هو عارف كده، هو عارف ابراهيم لما بيحب حد الحمد لله تملي بيرفع راسه. يعني لما بحب. طب نتوسط لك؟ لا بالعكس، انا مش عايز عمري ما اخش اي مجال. تمام. شفقه يعني ان حد ده انا ابراهيم طلع اتكلم، يعني هو لو طلع اتكلم بعديها تعالى ابراهيم اقسم بالله ما هوافق. انا بتكلم محبه، بتكلم طبيعتي قدام الناس. انا ما باخدش كده. هو لو في اقتناع كان هيحصل، ما فيش اقتناع مش هيحصل. كرامتي دي فوق كل حاجه، بس انا بتكلم على موقف انا كنت في الوقت ده انا محتاج يعني المسانده، كان هيفرق معايا بشكل كبير جدا. اما بتمنى له التوفيق، وهو وانا بحبه وهو عارف ان انا دعمته كتير جدا في مواقف كتير قوي. بتمنى له التوفيق، وهو الوحيد اللي يستحق انه يبقى موجود في نادي الزمالك. صورة وتعليق خلصت. تمام. ودلوقتي فقرة ملك ولا كتابة. تمام. ملك ولا كتابة؟ ولا كتابة؟ ملك ولا كتابة؟ هنلعب ملك ولا كتابة؟ يعني؟ هنا هتنزل وانت هتقول ستوب. انا اللي اختار. فهيقف الكوين عن انه يلف. انا لو الملك يعني ولا هي هتنزل لوحدها؟ على الشاشة. لوحدة. ستوب. ماشي. خلاص؟ ماشي. لو ملك انا هسالك. تمام. لو كتابه ايوه حضرتك اللي هتسالني. اسالك في ايه؟ شفت بقى اللي انت عايزه بقى. طيب هعملك مذيع وانا الضيف. طيب ماشي. يلا بينا. يلا بينا. ملك ولا كتابه؟ ستوب. ملك. ابراهيم سعيد مفلس صح ولا غلط؟ مفلس؟ ما بحبش اتكلم، ما بحبش اتكلم في حاجه زي كده خالص. اي حاجه الحمد لله انا موجود فيها رضا. مستوره. الحمد لله، حتى لو باكل جبنه عادي يعني. ربنا يرزقك ويكرمك. اي حاجه الحمد لله نعمه ربنا عليا انا راضي بيها. يلا بينا. ملك ولا كتابه تاني؟ يلا بينا. ملك ولا كتابه؟ ستوب. كتابه. جاهزة؟ هسأل سؤال بقى. اتفضل. انت ليه مختفية؟ يعني ليه ما تظهريش غير في رمضان بس؟ من السيزون اللي فات يعني. يعني ما شاء الله انا على فكرة من واحد من الناس اللي بيحب يتابع برنامجك. حلو. شكرا. اشكرك. بتكلم بجد مش مجامل. ليه بقى؟ بصراحة. بص هقول لك وهقول لك هكلمك بصراحة زي ما انت كنت بتجاوبني بصراحة. انا حسيت انه اختفائي او عدم تواصلي على الشاشة من رمضان فعلا اللي فات لحد رمضان ده مش هينقص من اسمي ولا من وجودي، بل بالعكس هيزيده. هل عملتي مثلا يعني ليه؟ قلتي مثلا اعمل فاصل عشان ارجع بقوة؟ لا، لانه مش لاقية القوة. انا اذا ما كنتش انزل اعمل اضافه خدت على ليميت معين، مش اللي هو اطلع وساعة هوا وساعتين هوا وخلاص. حلو. لا حلو. حسيت انه انا اللي بعمله بكرره تكرار خلاص كفايه. اذا ما لقيتش حاجه بره الصندوق مش هنزل، وما لقيتش حاجه بره الصندوق ما لقيتش حاجه هفيد بيها المشاهد لسه. ما لقيتش حاجه هفيد بيها الناس، عشان كده ما نزلتش. صح. عارفه تتعاملي مع الجيل الجديد؟ ما هو
ما هو لا الجيل اللي بعديه انت انت قد ولادي على فكره. لا مش قصدي الجيل اللي هو الالفينات كده، عارفه تتعاملي معاهم، عارفه فكرهم بيحبوا ايه. كل الاجيال بقت صعبه. لا ده اصعب اللي هو سن كم سنه اللي هو من 2000، هنقول من 2000. انت عمال تسال في اسئله قلبنا الحلقه. اخر واحد. انت عندك مشكله شكلك في التعامل. لا والله اصل انا لما جيت اتعامل معاهم كان صعب، فانا عايز اصل ليهم حاجات معينه كبرامج انا واسلوب. بالعكس انا السن ده يعني انا عندي العمرين دول، عندي عبد العزيز العمر ده وعندي عبد الرحمن اللي هو اصغر منك شويه. كويس موجود في أنا البيت يعني. التعامل مع عبد الرحمن الاكبر هو اللي اصعب عندي. عبد العزيز انا هو صحاب قوي. حلو هو فعلا. يعني مطيع صح. جدا عبد الرحمن مش يعني صعب. صح بس خد بالك دماغ بتاعتهم. وبعدين انت ليك سؤال واحد بس فما تاخدنيش معاك. طب نخش خلاص الكامل. وخلصنا. يلا ملك ولا كتابه؟ ما انت هرياني من الصف. ستوب. ملك. انا هسال. انت شكرت في ميدو وقلت ده صاحبي واخويا وبيسال عليا. تمام. هل تعلم ان هو رفض وجودك في الزمالك لما كان مدير فني ولا لا؟ اللي بحبه يعني لو بحب ميدو او بحب فلان بتقبل منه اي حاجه. تبلع له الزلط. صح كده. فحتى لو هو كان فعلا رفض مفيش مشكله. طب وده حقيقي حصل؟ وارد. على فكره المعلومه دي شيخ الحاره اللي قايلها لي قبل كده. بصي مش تعرف ان وارد. شيخ الحاره قوي. وارد. لا دي حقيقه وارد. بس خلاص بقى يعني مفيش حاجه هتتعمل. سامح كريم. هخسره ليه؟ يعني انا بحبه. احنا في شهر كريم كمان. الله اكرم علينا كلنا. بس انا على المستوى الشخصي بحبه. طيب دي بص دي, دي ليها كذا معنى. انا نفسي اختم الحلقه دي بالكلمه الحلوه دي. تمام. بمناسبه الشهر اللي احنا فيه ده. ماشي. المسامح كريم. وانا سعيده بوجودك معايا النهارده لان انا حسيت عكس ما الفكره انا كنت واخداها عنك. انت انسان طيب الحمد لله ومتصالح مع نفسك جدا. انا كنت متوقعه ان واحد يعني كنت بقى ايه مشمره بقى ده احنا هيبقى في كوبايات وازايز وحاجات كده. انا بس انت انا بعتذر طيب. على الموقف اللي حصل مع الشيخ الحاره وبعتذر له رغم ان هو زعلني. احنا بنعتذر لك اذا ضايقناك. انا ما بحبش ضيف يخرج زعلان من عندي وعمرها ما هو حصل. هو بس دخل في حته كده انا ما بحبهاش لاني يعني ما مش يعني ما يستاهلوش ان يتقال عليهم كده. رمضان كريم. هم اكبر من كده. كل سنه طيبه. وانت طيب. وبحييك على البرنامج الجميل ده. وكنت بتكلم بجد كنت بتمنى في لحظه ان ابقى معاكي. سبحان الله. الله دي حقيقه بدون مجامله. ختم بقى ختموها مسك دي اللي مسك بقى دي بجد والله. مش بشكرك نورتني. ربنا يخليك. مشاهدينا تصبحوا على خير ونلقاكم غدا في حلقه جديده. برنامج اي حد يبقى متواجد فيه يفتخر ان هو متواجد. حلقه عفويه، اسئله عفويه جدا بتخليك تطلع كل اللي جواك. انا برضو اتضايقت ان انا وصلني للمرحله ديت. كنت بتمنى الموضوع يبقى الطف من كده بس فعلا هو محظوظ ان هو ما كانش قدامي.